امبيونس حلوه في ليكيب ناسيونال سورتو مع الجينيراسيون الجديده اللي طالعه، انه تحسهم يقدروا الكبير، يعرفوا اللي فما ريسبي للناس اللي لعبت وعندها اكسبيريونس ولعبت قبل في ليكيب ناسيونال. والله صحيح ما الله غالب، هذيك هي الكوره معناها، واحد عطاها حقها كما في الماتشات الاخرين جاوني كور ومعناها والجول. ما نحب نحكي على الطالبي طفل تبارك الله عليه، طفل مستقبل تونس، جوار ديفونسور تبارك الله عليه، معناتها في مستوى عالي، طفل متربي، طفل متخلق، معناتها بقدرة ربي باش تشوفوه في جمعيات باهية إن شاء الله. هو في جمعية باهية، ما باش تشوفوه في جمعيات أحسن من اللي هو فيها. كنا والله شو نقول لك، الجروب